اخبار استاذه نسمه وصديقتي الفنانه الممثله المسرحيه فاطمه يوسف كمان يعني منورانا النهارده. انا اللي هدعم الدوره، بالعكس انا اللي اتشرفت بحضوري دعوه، باني تلقيت دعوه للحضور للمهرجان، وخاصه اللي بيشرفوا اسم الجميله سميحه ايوب القامه الكبيره العزيزه على قلوب الناس كلها وعليا انا شخصيا بشكل خاص اكتر من بقيه الناس. والمهرجان شيء مشرف وانا فخوره بيه جدا، وببقى حريصه جدا اني احضره علشان بحبه، عشان اتعلم منه واتعلم من الفرق المسرحيه الشباب اللي هم الفرق الحره واصحاب التجارب المسرحيه من المسرح الجامعي ومن اساتذتنا، ويعني ببقى حريصه جدا ان احضر كل العروض علشان انا استفيد كممثله واستفيد في الدروس اللي بدرسها للاطفال من خلال الاكاديمي بتاعتي اون ستيج اكاديمي اللي هي ماشي اون ستيج اكاديمي هي اون ستيج كرييترز اون ستيج كرييترز اكاديمي هي هي الاكاديمي اللي الحمد لله من حوالي 7 سنوات ربنا اكرمني وقدرت ان انا انشئها، وهي نشاطها تعليم فنون المسرح للاطفال، وده كان بيزد على دراستي اللي انا اخذتها من الاي بي الانترناشونال بكالوريا سيستم، وابتديت ان انا ادرسه للاطفال في المدارس الدوليه وفي الجامعات الخاصه، وهي بتتنقل ما بين المدارس وبنشتغل باطفال المدرسه نفسهم ونديهم ورشه 2 أو 3 شهور عن كل فنون المسرح، التمثيل والغنى والكوريوغرافي والدراما الحركية والديكور والملابس والإضاءة، وهي بتبقى بيزكس ولكن بتكون تجربة لا تنسى وبصمة في حياة كل اللي بيشاركوا فيها. والحمد لله يعني لحد دلوقتي الفيدباك انه هي حاجة متفردة جدا ربنا انعم عليا بيها، واتمنى انه هي تكمل على كده، لانه انا حاسة ان I was really blessed، يعني ربنا اكرمني جدا بالكارير ده. بنطلع عرض نتاج للورشة بيكون مدته من 2.5 ساعة لـ3 ساعات، بيضم اكتر من 8 أغاني لايف مش متسجلة بناء على التدريب 3 شهور، بيكون بيضم اكتر من 10 كوريوغرافيز او دراما حركية، بيكون بيضم 13 أو 10 مشاهد تمثيلية كبيرة. العروض الحمد لله حضرها ناس كتير من اهم القامات واشادوا بيها، زي الاستاذ الكبير استاذنا كلنا خالد جلال، وزي الاستاذ الكبير محمد صبحي، وناس كتير من زملائنا الفنانين الاعزاء على قلبي جدا اللي بيجوا يحضروا وبيقولوا رايهم انه الولاد فعلا اتعلموا وفارقين جدا. والحمد لله انا بحس بانه يعني ربنا كرمني جدا بالكارير ده. طبعا، وعشان كده فرحانه قوي باللي حصل مؤخرا اللي هو مهرجان نبته اللي بيتعمل في العالمين دلوقتي. الشركه المتحده عامله مهرجان نبته جوه العالمين علشان يغذوا فكره محتوى الاطفال، وعاملين مسابقات ليها جوائز كبيره هتخلي الناس كلها تتسابق على انها تعمل محتوى للاطفال جميل، سواء في التاليف او في التنفيذ او في الغنى او في التمثيل او حتى في الرسم وفي الفنون الادائيه كلها. وانا حط عليه امل كبير جدا، وحتى شفت الافتتاح اول امبارح اللي كان عامله الاستاذ احمد امين، قد ايه فيري بروميسينج وجميل، وبحضور الاستاذه حبيبتنا كلنا ايناس عبد الدايم طبعا. فعندي امل كبير في مهرجان نبته، واتمنى ان هو يوصل بينا للمستوى اللي احنا جديرين بيه ونقدر عليه وعارفين نحققه، بس لسه ما وصلنالوش عشان ما كانش بس لسه متسلط عليه الضوء. محتاجين بس نكلمهم بلغتهم ونخلي المحتوى اللي بيتقدم لهم او اللي هم حتى بيشاركوا عشان يقدموه يكون اتراكتيف يعني وجذاب، علشان يقدر زي ما انت بتقول مش يحارب، ينافس او يوصل لفكره انه انا حابب ده اكتر من الكرتونز اللي الواحد بيشوف فيها طبعا كوارث يعني دلوقتي. لكن هنعمل كده باذن الله. انا بضحك عشان صاحبتي فاطمه قالت لي هيسالوكي السؤال ده، قلت لها لا. والله انا بلبس اللي انا بحبه، ما بمشيش ورا كلام حد وما بمشيش ورا موضة، وما بيفرقش معايا حاجة غير ان اكون مرتاحة نفسيا. وانا شايفة انه الفستان ده انا كان قماش هندي فعلا زي ما استنتجوا الجمهور الجميل، وجابته لي صديقة غالية عليا، وانا اخترت الديزاين ونفذته لي مصممة الملابس اللي كانت عاملة الملابس بتاعت الاولاد بتوعي اللي كانوا بيعملوا العرض في مدرسة طنطا الدولية. فهي يعني حاجة كلها جميلة وأنا فخورة بيه وحباه ومرتاحة فيه، وأنا شايفة أن أنا
كنت على ما يرام. ما اتضايقتش خالص من الانتقادات لانه الحمد لله البوست ايفنتشلي جه عليه 9000 كومنت و28000 لايك. 9000 كومنت في منهم 100 كومنت سلبي و8900 كومنت ايجابي. عدينا.